وزير التجارة والصناعة نسى الاستجواب ويفك التشابك بين التجارة وهيئة السوق. فكهم فكهم فك يا فكه. عطنا التقرير. بمناسبة مذكرة تفاهم بشأن تنسيق التعاون بين وزارة التجارة والصناعة وبين هيئة سوق المال، أو مذكرة التشابك فك التشابك بيننا وبين الإخوة في هيئة سوق المال، قصرنا الدورة إذا جاز التعبير ما بين التجارة والمال، فهي الآن مرجعيتهم و كل ما يحتاجونه موجود في هيئة سوق المال. الصناديق والمحافظ والشركات المدرجة في سوق المال جهتها ووجهتها ومن يتعاملون معها اليوم مباشرة هي هيئة سوق المال. نبارك للشعب الكويتي الأبي العظيم على هذا الإنجاز، على فك التشابك ما بين سوق المال ووزارة التجارة الذي سوف ينتج عنه ارتفاع أسعار البورصة باكر وتطير الأسهم فوق. لكن في الحقيقة هذا الأمر لن يؤدي إلى ارتفاع الأسهم، لأن استجواب المدعج يعتمد على أمر ما خلف الستار. تقولوا لي يا أبو أحمد ما هو خلف الستار؟ أن تقوم الدولة وهيئة الاستثمار بضخ مليارات، مو ملايين، تفهم إحنا مو خلال 10 سنوات عندنا فائض 77 مليار دينار تنير بس نفط، بس سيل نفط فائض، بس هوز ونحطه داخل الاويل تانكر وتصير فائضنا 77 مليار. هذا احنا شغالين بالنفط كان احنا. المهم لذلك اليوم ايش يبون الهوامير من الحكومه؟ يا حكومتنا نبي هيئه الاستثمار الضخ، هم يقولون للصغار المضاربين الصغار، حتى تروح الى الشركات المفلسه شركات الهوامير. مساكين يعني شو يسوون الجماعه اصحاب الشركات؟ يعني تبونهم يفلسون؟ ما يصير، ما يصير يفلسون. هذول الاعمام تبون العم يفلس؟ ما يصير. عم هذا لازم نضخ بلا، لازم الحكومه تضخ المليارات حتى ينجو الوزير من الاستجواب. ولا زال لدياشه لم تتفق حتى هذه اللحظه على الغد. قضية لازم تدفعوا لنا الأمور تصير زينة. عاشوا الهوامير وعاشوا الأعمام وعاشت لدياجة. تقريرنا الأخير